السلام عليكم متابعي قناة أم آدم وأحمد، أش خباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وكنتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أفضل حال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة، حرشة، نديرو حرشة إن شاء الله، حرشة سائلة، حرشة أو بسبوسة كيف كتبغيو تسميوها، ببيضة واحدة وبمكونات متوفرة في كل بيت، مكونات سهلة وبسيطة. هاد الحرشة صراحة كتجي زوينة، كتجي خفيفة وهشيشة ورطبة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لوليداتكم وعائلاتكم وضيوفكم، علاش لا. في هاد الوصفة كنحتاجو المقادير: بيضة واحدة، كاس سنيدة، نص كاس زيت، كاس دقيق، جوج كيسان ليمون، جوج كيسان سميدة رقيقة. السميدة الرقيقة اللي كنصوبو بها البسبوسة أو الحرشة كتكون من نوعية جيدة. جوج خمارات من فئة 7 غرام، وحدة فاني. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. أول حاجة كنبداو بالبيض، كنديرو نوضعو بيضة، كنضيفو لها كاس سنيدة، فاني، كنزيدو لها فاني، كنخلطو مزيان البيض والسنيدة والفاني. نزيد نص كاس زيت، نضيف جوج كيسان ليمون، هذا هو الخليط اللي حصلت عليه البنات. ونكبو في هذا الاناء، نزيد عليه جوج كيسان سميدة رقيقة، جوج كيسان سميدة رقيقة، كاس دقيق، جوج خمارات، ونخلطو مزيان. Thank you.
هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه البنات، كتجي خفيفه. دهنت المول بالزبده والدقيق، نجيبوا المول نكبوا هذا الخليط دابا في المول ديالنا. هذا هو الشكل ديالها البنات كيف كتجي، ندخلها الفران دابا ان شاء الله، ومن الطيب نتلاقى بكم. هي من بعد مني خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل. دابا نقلبها في الطبسيل باش نسقيها ونتلاقى بكم. ها هي دابا سقيتها انا بالسيرو، السيرو اللي كندير فيه كاس ديال الماء وثلاث معالق سنيده وحامضه مقطعه، وكنخليهم تيغليو فوق البوطه مزيان، وكنسقيو به الحرشه ديالنا. الحرشه إلا كانت سخونة خاص السيرو يكون بارد، ولا كانت الحرشة باردة خاص السيرو يكون سخون. دابا أنا عندي الحرشة خليتها تا بردت وصوبت السيرو باقي سخون، دابا غادي نسقيها معاكم. نسقوها مزيان حيت الحرشة كتبغي تسقى مزيان باش كتشرب داك السيرو. حيت الحرشة كتشرب السيرو مزيان، كتعجبني انا ملي كتكون مسقية مزيان كتجي زوينة، كتجي هشيشة ورطبة. هاهي دابا سقيتها مزيان، غادي نزينها. التزيين كيبقى على حسابكم، انا كنزينها غير بالكوك. التزيين كل واحد وشنو كيبغي، التزيين ديك الساعة اختياري. ها هي وصفتنا ديال اليوم كتجي على هذا الشكل، الحرشه ديالي دار صراحه كنتمنى تجربوها كتجي زوينه. ووصفتنا ديال اليوم هذا هو الفان ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما تنساوش تدعموني في القناه ديالي ام ادم واحمد، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى فيديو قادم، والسلام عليكم.